السلام عليكم الزول فلاون خاوتنا، مرحبا بكم في قناتكم الرياضية والإخبارية جياسكا أخبار تي في. هاد القناة إن شاء الله اللي ديما راح تعطيكم جديد دي وتجيب لكم الحصري تاع شباب القبائل وأخبار الجياسكا. فقط أخي العزيز نريد منكم الدعم، جام جام لايك إن شاء الله باش نواصلوا ديما في الجديد، ونشكروا الناس اللي راهم قاعدين يدعموا فينا، وناس القبائل الأحرار اللي قاعدين يديروا لنا في ليجام ويطلعوا لنا في المورال ويعاونوا فينا إن شاء الله باش ديما نعطيكم الحصري الجديد. حصريا رايحين نحكيو على حارس رديف شبيبة القبائل يعني عز الدين بورطلادو، يتلقى دعوة رسمية كما راكم تشوفوا. هذه الدعوة اللي راح نحطوا لكم الصورة تاعها، دعوة رسمية من فريق ليغانيس الناشط في القسم الثاني الإسباني، يعني لإجراء تجارب إن شاء الله راح للفريق الثاني الإسباني اللي راكم قاعدين تشوفوا فيه. وهذه الدعوة تاعو اللي حطيت لكم الصورة ديالها، بالتوفيق إن شاء الله لابن شبيبة القبائل. وراح نقول لكم باللي خاوتنا صدقوني هذا هو، يعني هادو هما ناس شبيبة القبائل، وهادو هما أولاد شبيبة القبائل اللي ماذا بينا إن شاء الله نستفادوا منهم حنا، وما نخليوش الفرصة إن شاء الله تروح. حنا ديما فريق الرديف هذا نحكيو عليه ونقولوا باللي فريق الرديف هذا راه عنده مستقبل زاهر ان شاء الله باذن الله. وباذن الله كما احنا نقولوا ماذا بينا ان شاء الله نستفادوا منهم ونوظفوهم يعني في شباب القبائل، وما نخليوهمش يروحوا من يدينا. ونتمنوا لهم ان شاء الله كل توفيق وكامل ناس القبائل سواء داخل الوطن الجزائري او خارج الوطن الجزائري. تحياتنا لكم من هذا المنبر، واي جديد راح نشاركوه معكم، والسلام عليكم ورحمه الله.